قدم الوفد الكويتي الزائر للبلاد حديثا صحفيا تحدث فيه عن النشاطات التي قام بها خلال إقامته بالبلاد، مشيدا بالدور الدؤوب الذي قامت به جمعية النجاة الخيرية الكويتية في المجالات المختلفة. نتبع جزء من البيان في ميكروفون الزميلة منى حسن سكاية. الغرض من الزيارة هو تلمس حاجات المجتمع التشادي بجميع طوائفه وما يمكن تقديمه من الأعمال سواء الإغاثية أو الصحية أو التعليمية. طبعا هذا هو الهدف من الزيارة، هو نحن الآن فيما أرى هي الحاجة إلى الماء، وطبعا معلوم أن لا حياة بدون ماء، عبر حفر الآبار وإيصال المياه لأكثر يعني مجموعة من القرى. احنا حفر الآن تم الانتهاء من 20 بئر كبير، في 20 بئر، وما زالت 4 من الآبار تحت التشييد، وهناك أيضا آبار صغيرة. الآبار 20 هذه آبار ذات خزانات عالية تسقي أكثر مجموعة من القرى. وشكنا على انتهاء البناء من مركز صحي يستوعب أكثر من أنواع من أنواع العلاجات. في الجانب التعليمي كما قلت وينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو مسألة الخلاوي أي مراكز القرآن، سواء من حيث إعادة البناء أو التجهيز أو من حيث المدارس النظامية العامة المعروفة. أيضا نشاط آخر أيضا هو مسألة كفالة الأيتام بالقيام بها، وفي أغلبها كما قلنا الآبار. طبعا لا شك يعني فيما شاهدنا أنها نفذت كما هو مطلوب.